25 تكتيك لتحفيز نفسك وهو دليل النجاح لتحقيق الأهداف. أحيانا نحتاج هذه المحفزات حتى نستمر. هناك أعمال كبيرة قد تستغرق أيام حتى لا تهرب من إنجازها وإتمامها. قسم الوقت إلى فترات أصغر، لو تبدأ بخمس دقائق. أحيانا يدفعك الملل إلى التوقف عن إنجاز العمل والعزف عن تحقيق الأهداف. النصيحة: خذ جولة حتى لا تمل، فهي مجربة وسريعة. إذا قررت المشروع، ابدأ بأول خطوة حتى لو كانت بسيطة، فإنها تعطيك الشعور بالرضا عن نفسك وعن عملك. ولا تنظر إلى المشروع كاملا فتحبط. إذا توقفت في المشروع، ابحث عن أسباب التوقف وعزلها تماما. ابحث هل هي خوف أو غضب أو أي سبب آخر، ابحث وعزلها تماما ثم استمر. عندما تفقد الحماس للعمل، لا يمنع أن تبحث عن شريك تحفزه ويحفزك، فهو من ضمن وسائل حتى يتحقق الهدف. خطط لأعمال الغد واستيقظ باكر لإنجازها، لأن الإنجاز في الصباح يحقق أكبر نسبة نجاح. اقرأ الكتب التي تحتوي على أفكار جديدة، فهي تساعدك على التفكير، وبالتالي سيستغرق ذهنك وقت أقل في إنجاز أعمال أكثر. إذا استصعب أمرا، فاسأل الآخرين وتعرف على تجاربهم حتى تتجنب الوقوع في المزيد من الأخطاء من خلال هذه الإجابات. طور أدواتك في إنجاز العمل بسرعة والجودة المطلوبة. التطوير مطلوب حتى تكون في المقدمة. اختر لنفسك شعارا يدفعك دائما إلى الأمام ويجعلك مستعدا لبذل المزيد من الجهد، كأنجزها الآن أو لا تؤجل عمل اليوم للغد. ابني على النجاح نجاح، ففي كل مرة تحقق نجاحا احرص على بناء نجاح آخر على هذا النجاح إلى الأمام. اكتب قائمة بالأعمال المطلوبة، وعند الانتهاء من أحد الأعمال قم بشطبه من القائمة، فهذا يخلق لديك الحماس والدافعية لإنجاز المزيد.